السلام عليكم يا لباس يا خير، الحمد لله ان شاء الله. دوركم تعمد الاوديو على جميع الجروبات المجموعات وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، جزاكم الله خيرا، خصوصا الجروبات الموريتانية. هذا منادم محبوس في الجزائر، قالوا حمادي الشيخ محمد كان في جماعة الذهب وقابلوه الجزائريين وحبسوه، وراه محبوس في الجزائر في ولاية الجلفة بلدية عين والسارة، الحبس اللي موجود في عين والسارة في ولاية الجلفة في الجزائر. وهذا هو الرقم التليفون اللي يعرف أهله يتصل على هذا الرقم التليفون، رقم تليفون في رقم جزائري مفتاحه 213، هذا التليفون اللي في المنشور. وجزاكم الله خيرا، أهله ما معلمين به والله، بما قد اتصل به حد، ومعه ترك صحراويين اللي هم القائمين به، جزاهم الله خيرا. والمهم بقاو دوركم تلودوا لأهله، واللي يعرف أهله يتصل على الرقم. جزاكم الله خيرا، مرحبا.